السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم اليوم في قناة لمسات بهاء. كما كنتو تشوفوا في لي فوتو، اليوم راني حندير معكم جولة خفيفة في محل إلكتروهوم بولاية عين دفلة. هذا المحل جاي جوست في طريق السبيطار في البولفوار الأمير عبد القادر. والله كان عندي زمان راني حابة ندخل لهذا الحانوت، من الله غالب ما جاتنيش لوكازيو حتى لليوم. سكيفيت من الخدمه وقلت نخرج نقضي شويه حاجات كانوا خاصيني للدار، قلت نضرب طله خفيفه ونشوف واش كاين عنده جديد. مي يا حبيباتي والله كي تدخلي تنسي روحك، باسكو كل حاجه شابه ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا عنده صوالح بزاف شابين ما شاء الله، الاكسسوار وصوالح الكوزينه عنده كلش بريستيج، والحاجه والحاجات كامل اللي عنده لوكس كيما راكم تشوفوا. مي الحاجه اللي عجبتني في هذا المحل اصحاب المحل جدا متواضعين، يعني اصحاب المحل متواضعين بزاف، يخلوك تحسي روحك الاز. كاينين بعض الحوانت تلقايهم كاتبين ممنوع اللمس، اختي ما يقول لك اختي ما تدوشيش. مي هنا صراحه دوري براحتك كيما تحبي، انا هنايا دومونديت باش نصور. لعلمكم هو ما يعرفش باللي عندي قناه في اليوتيوب. انا قلت له معليش خويا نصور، قال لي براحتك اختي كيما تحبي. هيا قلت ندير معكم لقطات لهذو المعن والاكسسوارات، باسكو بزاف عجبوني صراحة. مقبل كنت شايفة تومي جامي دخلت ليه، هذه أول مرة ندخل ليه، باسكو كان خاصني سلة ولا ما على باليش كيفاش يقولوا لها هذيك اللي يحطوها في القلوفي باش يقطروا عليها المعين. درت كامل وحوست في عين دفلة ما لقيتش الحاجة الدوريجين. مي كي دخلت هنا صراحة نسيت كامل واش كنت نحوس، ولهيت في صوالح واحد اخرين كيما راكم تشوفوا. والله سختو حنا ننسى نموتو على الماعن، كي ندخلو ننساو روحنا، ننساو كامل الحاجه اللي جينا عليها. والحاجه الثانيه هنا اللي عجبتني في هذا المحل، هنايا دايرين حاجه دايرين عفسه شابه بزاف ما لقيتهاش في الحوانت اللي كنت نقض عليهم قبل، باسكو انا نخرج بزاف وندور مي ما شفتهاش جامي. هنايا هذا الاخ دايرين للناس اللي يشرو عليهم، يقول لك اعطينا اسمك ولقبك يكتبوا لك في الميكرو، ويقول لك كل ما تشري فكريهم باش يكتبوا لك اسمك واللقب ديالك هكا باش تدفع باش تلمي لي بوين، وهذو لي بوين تستفادي منهم من بعد باش يديروا لك كيما حنا نقولوا يديروا لك خصم، يعني ينقصوا لك من المشتريات ديالك وتعودي من الزبائن المقربين ديالهم. وهذه الحاجه صراحه ما شفتهاش في المحلات اللي كنت نقضي انا منها. كيما راكم تشوفوا هنا عنده صوالح بزاف شابين، هنايا ثاني كيما راكم تشوفوا فناجل، عنده هنايا لي سيرفيس كيما راكم تشوفوا اشكال والوان كامل ليغو. صراحه انا عجبني بزاف، ما عندي ما نقول والله غير روعه، حاجه ما شاء الله. انا كنت باغيه نشري بزاف صوالح منه، مي الله غالب ما كنتش رابده بزاف دراهم معايا. مي الخطره اخرى ان شاء الله راني ندي عليه، باسكو عجبوني بزاف بزاف القش اللي بيعو. المهم وهنا الحاجه الثالثه اللي روماركيتها، هنايا تقدري اذا عجبتك حاجه تقدري تدارسي عليها، يعني عجبك سيرفيس عجبتك اي حاجه وما كنتيش رابطه دراهم معاك تقدري تعطيلو واش كان عندك ويخليها لك. ابار كي يوجدوك دراهمك تجي تديها كامله، ولا تجيبي له واش وجدك وتخليها عنده كي تكملي يعطيك الحاجه تاعك. هذه ثاني حاجه شابه بزاف، باسكو كاين ناس بزاف
يحبوا يشروها كصوالح وما يكونش عندهم درهم باش يشروها على فوا على فوا كتفيرسي وتخليها عنده. المهم انا قلت له سقسيتو صراحه، قلت له خويا اذا نقدر انفيرسي مانيش رفت دراهم معايا. قال لي نورمال تقدري اي حاجه عجبتك تحطي واش كاين عندك نخلوها لك ابار، وعندك الوقت في يدك 20 يوم تجي تكملي الدراهم تدي الحاجه تاعك اللي راكي انفيرسي عليها. المهم خياتي كما راكم تشوفوا هنايا عنده صوالح بزاف، جابلي نشوفو لي سيرفيس ما شاء الله ما شاء الله روعة. هذه هي كما راكم تشوفو كما راكم تشوفو خياتي، الصورة راهي تتكلم على نفسها. هاي ليك لي تيرمو لي سيرفيس هنايا سورتو اللي يكون عندها هكذا مناسبه ولا تكون عندك عرضه هكا ولا تحبي تلمي صحاباتك وتحبي ديري لهم زعما قهوه ولا لما وتبغي تشري حاجه بريستيج وما عندكش هكذا. وموا الواحد مين ذاك يخطف حاجه هكا لدارو كيما راكم تشوفوا. هذه هي خياتي انايا نخليكم هكا تشوفوا تكملوا هذه الجوله الخفيفه معايا. انا هنايا ما صورتش بزاف، صورت الحاجات اللي عجبوني باسكو هنا كيما على بالكم هذا المحل عنده دوزيام ايطاج. انايا دوزيام ايطاج هذا اللي راني نصور فيه، البرومي ايطاج كان فيه الغاشي بزاف ما قدرتش نصور كيما على بالكم. كاين شي ناس موسوسين كيشوفوك تصوري هكا ولا يديرونجاو، انا ما حبيتش نديرونجي الغاشي. طلعت هكا كيما راكم تشوفوا هنا الفوقة الحاله راهي كالم، صورت هكا براحتي وطلعت هكا وشفت واش كاين كيما راكم تشوفوا هنايا. هذه هي انا راني مخليت لكم الرابط تاع الصفحه تاع الفيسبوك تاعو لاباج فيسبوك، ادخلوا عنده شوفوا عنده صوالح بزاف شابين. مي ثاني كينا اللي حبت مين ذاك راه يحط جديد اضربوا دوره عنده وشوفوا بلاكش تعجبكم كشي حاجه. هذه هي كيما راكم تشوفوا هذه هي الجوله تاعي في محل الكتروهوم بولايه عين الدفله كيما راكم تشوفوا كلش شباب ما شاء الله روعه. كيما قلت لكم راني خليت لكم لاباج فيسبوك تاعو في صندوق الوصف، اللي راهي حابه تدخل وتشوف عنده صوالح بزاف شابين. ميم هكا كيحط كاش حاجه جديده ولا يكون على بالكم هكذا. هذه هي حبيباتي ان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا والجوله الخفيفه في هذا المحل كما راكم تشوفوا. هي ليك صوالح بزاف شابين، انا نخليكم مع هذو اللقطات ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا مشترياتي. المشتريات اللي شريتها صراحه ما شريتش عليه بزاف صوالح باسكو ما كانش عندي دراهم، ما كنتش رفت دراهم بزاف معايا. مي الخطرة الجاية إذا كتب ربي ندي الحاجة اللي راني حابها. كما راكم تشوفوا خياتي بعد ما رجعت للدار وفطرت الدراري خرجت كامل الدوزان اللي كنت شريته دوكا معاكم، وكنت شاريه واحد من قبل قلت هكذا خليني نصوره اليوم كامل معاكم وتشوفوا واش شريت جديد. كيما راكم على بالكم صوالح الكوزينه من كثره الاستعمالات يخسروا اوبليجي نعاودوهم ولا نجيبو واحد اخرين جدد. صوالح اليوميه كيما على بالكم هادو هما كامل، انا هنايا شريت غير لي زارتيكل هكا للكوزينه كيما على بالكم. هذا شوفوا هذا الكاس شريتو لبنتي هكذا باش نشربو فيه حليب ولا جو، شريت زوج واحد في الصومو واحد في البلو، جايين زجاج ومغلفين بالبلاستيك، وهذا كامل زجاج شريتهم على جال الماء كيما على بالكم. هنايا نشرو زوج زوج على حساب العائله
المهم انا شريت الصغار شريتهم 20,000 والكبار 25,000. هاي ليك، وهذا هذا الديكور اصلا، هذا ديال الكوزينه. انا كنت كسر لي واحد، كان عندي واحد وتكسر لي، قلت نبروفيتي لوكازيون ونشري مادام في هذو الفرشيطه والمغرف هذو تاع اللوح، قلت نحتاجهم نشريهم هكذا كما راكم تشوفوا فيهم هنايا. ثاني فوي تاع البيض هكا صغيره، تخلطي بها البيض، قلت نشريهم مادام خرجت ولقيتو قدامي نشريه. هذا شريته من مستغانم، كنت ديت دراري المالاج يحوسو كيما على بالكم احنا النساء كي نخرجوا برا الحاجه اللي يشوفوها لازم نشروها. هذه هي كيما راكم تشوفوا. وهنايا شريت مواس، هنا شريت موس، وشريت ثاني لي زارتيكل هكا صغار الكوزينه، هذا الموس شريته ب 15,000. وشريت معاه هذه المغرف تاع لاباتيسري، باسكو راني نوجد لانيفيرسير تاع بنتي، قلت نصنع لها اي تارت ولا ما شريتش معليش، نستحقهم في حاجات واحد اخرين. كيما راكم تشوفوا هذه سباتيل ثاني شريتها 15,000 من عند هنايا. ثاني واحد يبيع لارتيكل تاع الكوزينه كامل بري مليح، يبيع غير 15-10 هكا صوالح تاع الكوزينه تاع دايمي. وهذو تاع الملح، انا شريت زوج باش واحده ندير فيها الملح والاخرى ندير فيها الفلفل الاكحل كيما راكم تشوفوا. هذو لازم اوبليجي يكونوا فوق الطابله تاعنا. وهنايا كيما على بالكم ثاني خرجت لقيت هذه صراحه ما كانت عندي وجاتني عمليه بزاف. شوفوا كيفاش دايره، شريت هذا الحبله تاع الماي. وهنايا هذه الرحيبه كان عندي بزاف من اللي راني نحوس عليها، صح عندي الروبو باش نطحن الخضره، مي هذه تسهل شويه، نحب نرحي بها الخضره تاع بنتي، نرحي بها الخضره تاع الشوربه كيما على بالكم، كي ترحيها في هذه الرحيبه تجي خير من كي ترحيها في البغا ميكسور. المهم انا هذه شريتها ثاني، شريتها من مستغانم، شريتها 110 الله اعلم لاني شافيه اكزاكت، حاجه اينوكس كما راكم تشوفوا وحاجه سوليد. وهذا الفاز ديكور للكوزينه كما على بالكم، احنا ننسى شويه نبغوا نقلشوا كوزينتنا، شريته 65,000. وهنايا هذا شريتهم مع هذا المواس، شريت هذا بانسو ثاني سيليكون شريته ب 15,000، وهذه المغرفة ثاني شريتها ب 15,000 كما راكم تشوفوا. وهذو شريتهم للبوتي تاع اولادي، تعرفوا الدراري كي ديري لهم كاطو ولا هكا كاع يبردروه في الكرطاب ديالهم هكذا، هذه عمليه بزاف، تحطي له البوتي تاعو داخل فيها ولا كش عفسه هكا كي حابه ديريها له ديها معاه. وهذه القرعه تاع الماء هنايا تعمريها له، حاجه هكا بخاتيك باش ديريها له في كرطابو هكا ما يبسخش الكاييه تاعو ولا كتبتو، حاجه عمليه بزاف بالنسبه ليا انا. هذه شريتها لبنتي في البلون، وهذه شريتها لوليدي بهاء في الفيغ كيما راكم تشوفوا. ثاني بري تاعهم شريتها للوحده 25,000، يعني زوج ب 50,000. وبوكا هنايا انا ثاني شريت شويه خلط كيما على بالكم، المراه كي تخرج تجيب حاجه منه حاجه من، المهم تعرفي واش خاصك. انا كانوا خصني هادو لي نابرون تاع السيليكون، هادو اللي نحطو عليهم الحاجه سخونه، شريت هادو دو بياس ب 25,000، يعني زوج ب 25,000. وشريت هادو زوج باصا تاع زداج، شريتهم للطمينه ان شاء الله اذا كتب ربي الطمينه تاع المولود ولا ديري كاطو هكا. كيما راكم تشوفوا هما جايين كامل زداج، وفيهم واحد الحبات هكا بالنوار جايين بريونتي كيما راكم تشوفوا. هذه هي شريت منهم زوج، للواحد شريتو 20,000، يعني زوج ب 40,000. وهنايا شريت واحد العفسات راهم يديروا فيهم طمينه ولا رفيس، تجي هكا ديري ام اندي ديالها كيما
على بالكم تعرضيكش واحد ولا ديري عرضه، تحطي الواحد كل واحد قدامه. هادو هنايا فيهم في الفير في البلو في الكرونا كما راكم تشوفوا، جايين زجاج وجايين ترونسبارو. دوكا حنا نفتح معاكم وحده باش تشوفوها. هاي ليك هذه ثاني حاجه ابخاتيك، تقدري ديري فيها اللي تحبي، يعني كي تشريها انت راكي عارفه واش ديري فيها، تقدري ديري كوكب، تقدري كيما قلت لك. هذو هما انا يا صا لقيت اللي مخدومين، كاينين اللي جو بلون وفيهم هذاك الديسا هكا مرسومين، مي انا عجبني هذا ستيل كيما راكم تشوفوه. هاي ليك شريت هنايا، شريتهم انايا في الكرونا كيما راكم تشوفوه، هما يجو ترونسبارون مي لا كولور تاعهم شابه. تشوفوا الكرونا بالدوري، انا شريت ربعه، هذو ربعه 25000 الوحده، يعني ربعه استقاموا لي ب 100000 كيما راكم تشوفوا. هذو هما تقدري ديري فيهم كيما قلت لك رفيس، تقدري اي حاجه تقدري ديكوري بيهم هكا في المناسبات تاع مولود ولا حاجه كيما هكا. المهم وشريت هذا نابخون تاع الحلفه، تقدري تديه معاك تكوني خارجه بيكنيك مع ولادك، ولا ديري فيها هكا تحط عليها مطلوع سخون ولا حاجه سخونه. المهم كان هذا راه بالنسبه لي انا كان عندي نيسيسير في الكوزينه وما لقيتوش، حوست عليه بزاف ما لقيتوش حتى لليوم. لا تقدري ديكوري كيما هكذا، هاي اللي تحطيهم هكذايا. المهم انا شريت غير صوالح هكذا اللي كانوا خاصيني بزاف بزاف، هادو هما كيما راكم تشوفوا. هادو هما قلتلكم شريت ربعة، هاي اللي ربعة شريتهم ب100000. وهنايا شريت ثاني، شريت معاهم واحد النابخون جاي ستيل شبيكة، يعني تحطي عليه هكا تشبحي به البلاط تاعك، ديري في البلاط تحطي عليه هكا حاجة ديكوراسيون كيما هكذا ولا. المهم انا شريت عفايس كانوا خاصيني بزاف، هذا مكان. وهنايا لحقنا الحاجة اللي كنت نحوس عليها هذا زمان، حوست عليها بزاف، حوست عليها في حجوط، حوست عليها في قليعه، مي ما لقيتش الحاجه اللي كنت نحوس عليها والكولار اللي كنت باغيته. انا كنت باغيتها نوار بالدوري، ولقيت في قليعه ولقيت في حجوط، بصح لقيتهم في الغوز في الفير ما عجبوني صراحه، مام البلاط تاعهم ما عجبنيش، البلاط تاعهم جاي مخدوم من السيراميك، وكيما على بالكم الا حطيتي عليه حاجه سخونه ولا حطيتيه بالزربه راح يتقرط لك. مي هذا انا جبته في النوار، هو عنده فيه نورمالمون لي كولير، عنده في البلون وفي النوار. هذا شريته من الكتروهون، نفتحو معكم هنا باش تشوفوه. كيما راكم تشوفوا هنا يجي فيه بلاط تاع لوح، يجي فيه بلاط تاع لوح ولي شوب، ربعه لي شوب والبريق هذاك تاع الحليب. هنايا البلاط تاعو بزاف لوح متين بزاف، سوليد كيما راكم تشوفوا صغير. هاي ليك وهنايا ثاني لي شوب تاعو جاي فيه، قلت لكم ربعه لي شوب كيما راكم تشوفوا، موايا ما هم كبار ما هم صغار، يعني هذاك هو، هذو هما تاع قهوه حليب. انا نورمالمون شريته ب 500 وحاجه هكا، مي البري تاعو اكزاكت راه كيما درت معاكم ودرت معاكم هذه الجوله، راني قربت لكم البري، البري تاعو راه مكتوب ثما. واللي حبت تشري اي حاجه من عنده تدخل لاباج تاعو تاع الفيسبوك تلقايه حاط لي بري، ولا تتصلي به راكي تعرفي كيما راكم تشوفوا هنايا. هذا هو هكذايا انايا حطيته هنا معاكم في البلا باش هكا يبان لكم مليح كيما راكم تشوفوا. هذو هما المشتريات تاعي لنهار اليوم كيما راكم تشوفوا، دوره خفيفه جبت الحاجه غير اللي كانت خاصتني كيما راكم تشوفوا. المهم حبيباتي راني حطيت لكم هنا
كامل في البلا باش تشوفوه. وهذه هي، هذا واش شريت من إلكترو هوم، شريت غير هذا السيرفيس صراحة. كما قلت لكم عنده صوالح بزاف شابين، يعني أنا ما كانش عندي دراهم بزاف، سينو كنت شريت حاجات بزاف من عنده. وهذه هي حبيبتي مشترياتي لنهار اليوم، إن شاء الله تعجبكم. وأنا شريت حاجات خفاف، والحاجات اللي كانوا خاصيني بزاف هذا مكان، يعني أنا ما بذرتش ولا كلفت نفسي فوق طاقتها، يعني هذو هما صوالح اللي خصوني، إن شاء الله يعجبوكم. وإلى اللقاء حبيباتي في فيديو آخر بحول الله.